طيب دكتور محمد، خليني اروح مع حضرتك للجرعات التنشيطيه او الجرعات التعزيزيه. الحقيقه اللي حسب الدراسات زي ما حضرتك تحدثت هي مهمه جدا جدا، يعني ما بقتش مجرد تاكيد على الجرعتين او لو في لقاحات بتبقى جرعه واحده، فهي مهمه جدا. ففي بعض الاسئله اللي بتدور في اذهان المشاهدين، والحقيقه خليني اطرحها على حضرتك واتكلمنا فيها يعني بشكل مفصل اكتر. اولا، هل لو حد تلقى لقاح محدد الجرعة التعزيزية لازم تكون من نفس اللقاح؟ لو حد تمت إصابته بفيروس كورونا بعد ما تم تلقيحه بعد قد إيه يقدر يروح ياخد الجرعة التعزيزية؟ خلينا نعرف بعض التفاصيل من حضرتك يا فندم عن الجرعة التنشيطية أو التعزيزية أو الجرعة الثالثة. هي كلمة جرعة تعزيزية أو جرعة ثالثة ليه؟ هو أصلا إحنا بناخد اللقاح أو الأمصال عشان نكون مناعة في الجسم ضد الفيروس أو ضد الميكروب اللي بيعمل المرض. فهذه الأجسام المناعية بتتكون التي تقاوم الالتهاب أو تقاوم الفيروس بتتكون على فترة زمنية. في نوعين من المناعة، مناعة دائمة لبعض اللقاحات، يعني اللي بياخدها ممكن يقعد فترة طويلة جدا ما عندوش المرض ما يجيلوش المرض. وفي لقاح في مناعه مؤقته زي ما بيحصل مع فيروس كورونا، محتاجه نعيد التطعيم كل فتره زمنيه. هذه مثل واضح جدا في هذا. الفئات المرضيه اللي بتحتاج تاخد تطعيم الانفلونزا الموسميه لازم تاخده كل سنه. يعني كل 9 شهور الى سنه ياخد التطعيم. لسببين، السبب الاولاني عشان ان المناعه اللي خدها من التطعيم الاولاني او الثاني بتنتهي او بتقل جدا، بيحصل تبل هي تقعد تقل كده. الحاجه الثانيه ان قد يتحول الفيروس، عشان ولازم ادي تطعيم عشان نقاوم هذه المتحولات. فحضرتك احنا من زمان قوي والله قلنا الكلام ده، قلنا التطعيم هيشتغل ما بين 6 ل 9 شهور. صحيح. بعد 6 شهور بالتجارب برضو ثبت ان لازم الواحد ننشط هذه المناعه او ننشط المقاومه ضد الفيروس، ان انا اخد تطعيم ثاني او جرعه ثانيه من التطعيم. اعود للسؤال بتاع سيادتك، طب لازم ياخد من نفس النوع؟ لا، مش لازم نفس النوع. ليه بقى؟ لان كل الانواع بتدي مناعه، بتدي اجسام مناعيه، بتدي مقاومه. فاذا انا لما بحتاج جرعه ثانيه مش ضروري يكون نفس النوع اللي خد منه المره السابقه. الاولى والثانيه يفضل يبقى نفس يعني النوع. يعني افهم من كلام حضرتك يا دكتور ان يفضل ان هي ما تكونش من نفس النوع علشان خاطر تكون الاجسام المضاده اللي بتتكون هي اجسام مختلفه يعني.